الحدث السنة دي مالي مركز أكتر عن كيفية تصدير العقار، التنمية السياحية والعقارية. أول حدث كنا عاملين، أول ما إيدي مصدرة كان في يناير 2018، كانت ميني بتتكلم عن التحديات والفرص في سوق العقار. لكن إحنا جينا في الجزء الثاني حابين إن إحنا نركز أكتر على موضوع تصدير العقار، لأن إحنا شايفين مصر عندها من كل المقومات اللي تسمح إن هي تقدر تصدر العقار وتدي صورة مختلفة للمستثمر الأجنبي إذا كان حابب إن هو يستثمر في سوق العقار المصري. في مقومات كتيرة، في الغردقة، في شرم الشيخ، في الساحل الشمالي مع مدينة العالمين الجديدة، ومع كمان الخطة الاستراتيجية الحكومة حطها بالذات في التنمية العقارية والتنمية السياحية. وإن إحنا ما ينفعش نفس السوق العقار عن السياحة، لازم نبقى عارفين إن إحنا لو حابين نصدر عقار يبقى لازم في عوامل كتيرة قوي لازم ناخدها في الاعتبار. وأعتقد النهاردة كان المائدة الاستراتيجية مني بتخاطب النقط دي، وتم الاتفاق على مقومات أساسية للفترة اللي جاية نقدر إن إحنا نشتغل عليها، وهنطلع بيها تقرير عن اللي حصل النهاردة لمعالي رئيس الوزراء، هتحط توصيات حقيقية تقدر تتنفذ بكرة. واتكلبنا مع سيتي أج عمر القاضي ومجموعة كبيرة من المستثمرين المطورين ان احنا نبتدي ناخد التقرير ده لمجلس الوزراء، وان يكون اللجنة دي مستمرة في نشاطها في التعاون مع جهات الحكومية لتأكد من إمكانية ان احنا نقدر نوصل لنتائج في أقرب وقت ممكن. لما بنيجي نسوق السياحة عامة في أي دولة احنا ما بنسوقش الدولة. لما تيجي تقول برشلونة ما بتقولش أسبانيا، لما تيجي تقول إنجلترا ما بتقولش، بتقول لندن. فالمحافظات عليها دور كبير جدا، والمقومات السياحية اللي موجودة في مصر النهاردة تسمح بكده. بس احنا في خلال يمكن أسابيع قليلة جدا سيتم توقيع بند البرلمان على ان هو يسمح للمستثمر ان هو ياخد الإقامة بمجرد ان هو يشتري عقار ابتداء من 100,000 دولار لغاية 400,000 دولار. لازم استراتيجية التواصل مع العالم الآخر مهم جدا. لازم نبتدي نبص للعامل اللي هو احنا النهاردة السياح بيجوا شرم الشيخ ليه؟ بيجوا الغردقة ليه؟ هو عاملين مفهومين خدمة وجو كويس وبحر، هم دول التلاتة. طيب لو احنا عايزين نسوق بقى المناطق السياحية المختلفة الموجودة في مصر لازم ناخد كل منطقة ونبص على ايه مقومات المنطقة دي، وهو ده اللي احنا نركز عليه. فاعتقد ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه الفترة الجاية، ولازم نشتغل على ده بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية. ما ينفعش نشتغل كوزارة اسكان لوحدنا ولا كقطاع عقاري لوحده، لازم يكون في تنسيق مع كل الجهات، لازم يكون في تنسيق مع وزارة الداخلية. لازم نشوف إمكانية تسجيل الوحدة مجرد ان هو يشتري وحدة في مصر، ما هو ده عامل اساسي ان هو يقدر ان هو يشجع الاستثمار في هذا المجال. والجزء الاهم كمان ان احنا لازم نبتدي نطلع بقى بره مصر، لازم نكون لينا برزنتيشنز بتوضح احنا بنعمل ايه، احنا ايه مقاوماتنا عندنا، احنا الرؤية بتاعتنا رايحة لفين ل 2030، لان هو ده اللي هيجذب المستثمر اذا كان هو واحد عايز يشتري بيت او اذا كان واحد عايز يبني كومباوند، هو ده اللي هيستثمر مش المعارض فقط.